وسع 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 لفطاير البيتزا، وايه اللي يسد الجوع دوت غير فطاير البيتزا التحفة دي؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ مش ممكن. لون ذهبي من هنا ولون ذهبي من هنا وحاجة كده يعني يا وعد. بكوبايتين دقيق هنسد الجوع اخر الليل، هنعمل اكلة هتبسط كل السهرانين الجعانين. بصوا عجينة هشة وطرية والحشو روعة من جوه والجبنة سايحة وايه. هناخد كوبايتين اتنين بس من الدقيق ده، دقيق عادي خالص اللي هو متعدد الاغراض، حوالي كوبايتين. هنحط كده رشة من الملح وحوالي معلقتين صغيرين من السكر، وهنحط عليهم برضو معلقتين كده من الخميرة الفورية. هنقلب بقى كده الحاجات اللي احنا حطيناها، الخميرة والملح والسكر مع الدقيق، ننزل عليهم كده بشوية مية دافية. احنا هننزل المية بالتدريج لحد بس ما العجينة تلم معانا. اول ما العجينة لمت معانا كده زي ما انتوا شايفين بتشبط بسيط في الايد، هنحط كده حوالي معلقة من الزيت، معلقة كبيرة، ونحطها كده على العجينة ونرجع تاني للتاه ونعجنها بيها. خلاص العجينة كده بقت جاهزة وجميلة والطبق بيلمع ولا كأننا عجننا فيه حاجة بالشكل ده. الناس طبعا جعانة، ولا هنستنى بقى عجينة تخمر ولا متخمرش، لا هي العجينة كده جميلة هحطها في الطبق واحط عليها كده كيس بلاستيك، وعلى بال ما اجهز بقية الحاجات اللي احنا هنحشي بيها العجينة بتاعتنا تكون هي جاهزة ان احنا نشتغل بيها على طول. كل حاجة النهاردة سهلة زي ما سهلناها في العجينة بتاعتنا، ان احنا مش هتاخد مننا وقت ان هي تخمر، الحشوة بتاعتنا كمان مش هتستوي على النار ولا اي حاجة، دول شوية لانشون بقطع اللحمة طعمهم بيبقى حلو قوي، هنقطعهم حتت صغيرة ويبقوا جاهزين للحشوة بتاعت العجينة بتاعتنا. نرصهم كده على بعض ونقطعهم كده حتت عشوائية على طول، مفيش اسهل من كده. خلاص قطعنا اللانشون اللي بطعم اللحمة بتاعنا بقطع اللحمة، وجبت كمان كيس جبنة موتزاريلا كده جميلة بجيبها من عند اللبان، بتبقى معمولة من اللبن الطبيعي بتبقى جميلة قوي عاملة زي القشطة، وكمان شوية فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر حاجة كده جميلة، والرول بتاعتنا اللي هنفرد بيها، والعجينة خلاص جاهزة هنشتغل بيها على طول. ادي العجينة السريعة بتاعتنا اللي من غير تخمير ولا أي حاجة، هقطعها لكور الكورة كده قد البرتقناية البلدي، نعملها كور كده ونقفل الكورة كويس كده، ومن عند الحتة بتاعت اللحام دي نحطها كده تهدى بس شوية على بال ما نقطع بقية العجينة. عملت لي الأربع كور دول حلوين قوي، هاخدهم بقى كده بالراحة وهحط هنا كده رشة من الدقيق عشان نبدأ إن احنا نفردهم كورة كورة. هاخد كده أول كورة أنا كنت عملتها وهحطها كده أعفرها الأول بالدقيق قبل إن أنا مبدأ أفردها بالنشابة بقى كده، وهنبدأ إن احنا نفردها يمين وشمال وشمال ويمين لحد ما تبقى رقيقة خالص ومفرودة كويس قوي. خلاص كده العجين بتاعنا الأربع كور اللي احنا كنا مقطعينهم فردناهم بالشكل الجميل ده، مش فاضل غير إن احنا بقى نحط فيهم الحشوة بتاعتنا. هقلب كده الفلفل الألوان على بعضه أحمر وأخضر وأصفر، وادي اللانشون عندنا والجبنة الموتزاريلا. أول حاجة هعملها هاخد كده حبة من الجبنة الموتزاريلا وأحطهم في البداية كده تحت عشان ده بقى اللي هيسيح ويربط لي كل المكونات ببعضها. حط حبة حلوين كده نواجه ولادنا بكل كرم، وعليهم على طول حبة من اللانشون. الحشوة بتاعتنا بقى طبعا دي اختياري، ممكن تعملوه بالتونة بحتت فراخ متشوحة، أهم حاجة تكون حاجة مستوية. وهحط كده شوية من الفلفل الألوان أحمر وأخضر وأصفر، بس كده الحشوة جاهزة. هنلم بقى الأطراف بتاعة العجينة بحيث إن احنا نقفلها كلها، هنعمل كده يعني زي ما نكون بنكشكشها كده في ايدينا لحد ما كلها تتلم معانا، ونبقى قافلين على الحشوة كويس قوي بالشكل ده زي المنديل كده. هقطع كده حتة العجينة الزيادة دي مش عايزينها عشان تبقى العجينة متناسبة قوي مع الحشوة اللي احنا حطيناها. نقطع كده حتة العجينة دي ونقفل كده كويس ونبططها حلو كده.
اهو ده الظهر بتاع الفطيره او البيتزاية اللي احنا عملناها، وده الوش بتاعها الجميل. احنا هنحطها على الظهر ده كده، ده اللي احنا هنحطه تحت كده. دي صينيه بقى مدهونه كده دهنه خفيفه من الزيت، هحط عليها كده البيتزاية المقفوله او كوره البيتزا اللي انا عملتها، وعلى طول على طول كده زي ما عملنا هاجي بقى احط عليها شويه من الجبنه الموتزاريلا كده، وهنحط برضو من الحشوه على الوش عشان تبقى جميله وحلوه قوي. من نفس الحشوه اللي جوه هنحط كده شويه برضو عليها على الوش حبه من اللانشون اللي احنا قطعناه، وكمان حبه من الفلفل الالوان، وكده تبقى جاهزه وجميله قوي بالشكل الجميل السريع دوت. نبقى عملنا احلى كوره من كور البيتزا المشبعه الجميله قوي. خلاص كده خلصنا كل الكور بتاعتنا اللي احنا كنا مقطعينها عملناها. طبعا هم زادوا واحده زي ما انتم شايفين، كانوا اربعه بقوا خمسه. الخمسه دي عملتها بباقي العجين اللي انا كنت بقطعه وانا بعمل الكور. احنا مش عايزينها في الفرن تقب تبقى عامله زي الرغيفه كده، فهنيجي كده بالشوكه ونعمل كده تنغيزات خفيفه علشان نضمن ان هي مش هتنفخ قوي في الفرن وتبقى جميله وما توقعش الحشو اللي عليها. اهم حاجة في التسوية ان يكون الفرن شغال على اعلى درجة حرارة. هندخله على طول على الشبكة اللي في النص، يا سلام بقى كمان لو بيشتغل من فوق وتحت مع بعض. لو ما عندناش الخاصية دي هناخد الشبكة بتاعت الفرن نقربها تحت لاول رف خالص عشان يبقى قريب من القاعدة بتاعت الفرن، ونشغل برضو الفرن على اعلى درجة. بعد 10 دقايق بالظبط هنقوم قافلين النار من تحت ونفتح الشواية، انما انا عندي بيشتغل فوق وتحت مع بعض فهدخله على طول على اعلى درجة حرارة. حطيناه في الفرن اهو شغال من فوق وتحت مع بعض، مش هيكمل 12 دقيقة وهيكون جميل جدا واللون هيبقى ذهبي من فوق ومن تحت زي بعض. ما شاء الله خلاص اللون بقى ذهبي اكتر من رائع زي ما انتوا شايفين، والفطاير هشة ومنفوخة وحاجة كده تحفة. تعالوا نشوف اللون من قريب، ما شاء الله تحفة. للسهرانين الجعانين اللي ايه عايزين يطلبوا دليفري، لا 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 لا، احنا هناكل الفطاير الجميله المشبعه الحلوه دي السخنه وبحلاوه ونظافه البيت. في اقل من نص ساعه كنا عاجنين وخبزين فطاير البيتزا الجميله دي. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي ما تنسوش تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وكمان تدعموا الفيديو بتاعي باللايك والشير، وتتابعوني على قناه الوصفه وقناتي والفيديو والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيف ايناس عباس. طبعا انتوا عارفين انا مش عايزه اكل ولا اي حاجه، انا بس عايزه ادوق علشان اطمنكم ان الفطاير دي جميله وبصراحه مغريه قوي. فيعني كده تعالوا بقى اطمنكم، نقطع مع بعض كده نقول بسم الله. واو ايه الجمال ده، لا بجد يا جماعه تحفه. جنب كوبايه شاي او جنب كوبايه عصير حاجه كده تحفه، بالف هنا وشفا، ويا رب دايما وصفاتنا تعجبكم وتنال رضاكم.